انت مكتئب ليه يا عم؟ في ناس كده بتكتئب منها نفسها، مكتئب ليه؟ عشان عندك شويه حزن، ولا عندك مشكله بسيطه، ولا عندك مشكله في عمل، ولا مشكله في رزق، ولا مشكله في عيل، ولا مشكله في زوجه؟ طب ما تشوف النعم الاخرى التي عندك، صح ولا لا؟ عشان كده بنقول مضفر الايه؟ او مفكره النعم. لما يكون عندي موقف اقرا هذه النعم. والمفروض اصلا العلماء ينصحون بها، لما الطب النفسي يعني يقول لك لازم تقراها يوميا. شوف تشوفها كده يوميا عندك، خليها عند جنب السرير، في المكان اللي انت بتحط عليه مثلا اي شيء جنب الحنامه مثلا، لما تستيقظ، عشان ما انت بتقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره، وهكذا. فتقرا هذه النعم فتستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك. قال ربنا سبحانه وتعالى: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. شوف، مش كافر، كفار. كفار هنا يعني كافر بنعم الله سبحانه وتعالى. ان الانسان لربه لكنود، يعني جحود بنعم الله عز وجل. واحذر ان تكون من هؤلاء الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون.